يعني التركيز يلي كان من اكيد الشيخ محمد بن راشد اثناء يعني الاجابه لهاي الطالبه، يعني هذا شيء كثير حلو، وحلو انه احنا نشوف زيه كثير الاهتمام بموضوع العلم والمدارس والارتقاء بالعلم، وهذا الشيء صراحه كله فخر. الف مبروك للطالبه الفلسطينيه عفاف، ونحن فخورين فيها جدا. اخر فيديو منوع رح نشوفه بحلقتنا لليوم من حول العالم بموهبه ولدت، هذه الموهبة بلا يدين أو أرجل، يعني لا إيدين ولا إجرين، لكنه يمتلك عينا ثاقبة. شو هي هاي الموهبة ومين هو هذا الشخص؟ خلينا نشوف. ده إذا بتتذكر إذا بتتذكروا بواحدة من الحلقات القديمة حكينا عن الإعاقة الفكرية. هون بتكون الإعاقة الفكرية لما يكون الإنسان عنده جسد كامل متكامل، لكن هو عنده إعاقة فكرية، فهي سيئة جدا جدا جدا. لكن الإعاقة ليست بالحركة ولا بالجسد، الإعاقة هي بالعقل، هنا تكون الإعاقة. أما بالجسد فما في شيء اسمه إعاقة جسدية، لأنه حتى لو فيه هو فائد شيء من أطراف جسمه أو حتى أي شيء من جسمه، هذا لا يعني أنه بيقدر يفكر، بيقدر يكون مبدع، بيقدر يكون مبتكر وإلى آخره. مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام فقرتنا مع الأخبار المنوعة. بنروح بنسمع أغنية، بنشوف الشباب شو اختارونا، الله يستر، ومن بعديها بنبلش بفقرتنا التفاعلية، كونوا معنا. 2:30 بتوقيت العراق، اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وبدنا نشوف تفاعلكم معنا لليوم بموضوع حلقتنا لليوم. هل يخاف الرجل من المرأة صاحبة الشخصية القوية؟ حتما نعم. هو الرجل بالعادة بحب المرأة صاحبة الشخصية القوية كصديقة أو حبيبة، لكن ليس كزوجة، طبعا إلا من رحم ربي، لأنه بالعادة الرجال بخاف من المرأة القوية لأنها دائما بتكون كشفته، أو مثلا صعب أنه ينضحك عليها، صعب أنه يخدعها، صعب أنه يكذب عليها وإلى آخره. لكن الرجل يلي هو بيطلع على مستقبل صح دائما بيختار المرأة صاحبة الشخصية القوية، لأنه مش دائما الرجل هو سند المرأة، أيضا المرأة أوقات بتكون سند للرجل، رجل كما تكون وطن للرجل. فكتير نحن هلأ الحمد لله بزمن اللي عم بنعيشه هلأ صارت المرأة سند لزوجها وزوجها سند لإلها، الاثنين بيشتغلوا، الاثنين بيفكروا، الاثنين بياخدوا قرارات مع بعض، الاثنين بيفكروا مع بعض، الاثنين بيغامروا مع بعض، وهذا إشي كتير حلو صراحة. شو تعليقكم أنتوا على الموضوع؟ رح أقرأ هلأ شوية تعليقات، وغير هيك رح نستقبل اتصالاتكم على أرقام البرنامج. شو صار في عنا أرقام؟ زين وهداك ال آسيا وكوريك، معكو زين. طيب كوريك حلو، كوريك هذا حلو، هذا الاسم آسيا وكوريك هن الخطوط اللي عنا على لا هي مش دعاية بس حبيت الاسم يعني احكي معي نسيتني شو بدي اقول. هدول هن ارقام البرنامج، يحكونا زبطت معك هون، زبطت، ما زبطت بتحكي على الرقم الثاني، ما زبطت ابعت لنا على الفيسبوك. علي عزيز مساء الخير مشتاق لكم، شكرا، منوره يا احلى ورده، وشكرا كثير لك يا علي يا عزيز. بالنسبه لصديقنا تحيه، وين 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 وين، اوكي، تحيه لكم جميعا، تحيه طيبه للكادر والعاملين بالقناه، شكرا يا حسان، ويعطيك الف عافيه يا اهلا بعلي البصراوي. اما بالنسبه للتعليقات خلينا نشوف شو تعليقكم على الموضوع. قبل ما نشوف شو تعليقكم بدي اقول لكم انا شو كاتبين نحن بالمنشور، عشان لما احكي لكم التعليقات تفهموا انه عشو كان الرد. موضوع حلقتنا من اختيار صديق البرنامج أبو سوداد، هل يخاف الرجل من المرأة صاحبة الشخصية القوية، وهل يخاف الارتباط بها ولماذا؟ وأنا حاكي رأيي الشخصي أنه نعم يخاف الارتباط بها، لأنه مين الرجال يلي يعني يلي مش ناوي يكون مثلا يعني خلينا نقول خلاص بده يحط كل عقله وتفكيره بهاي العيلة اللي هو بده يكونها، فدائما المرأة القوية شوي بتخوف من ناحية انه دائما واعية وصاحية ومفتحة وذكية، فصعب انه يضحك عليها. لكن اذا بتحسبها صح فالمرأة ذات الشخصية القوية هي رح تكون سند إليك، رح تكون دفاع إليك، رح تكون هي مدرس لأولادك، رح تكون هي دائما يلي بتحب تشوفك انت وأولادك بالمقدمة وبأعلى المراتب. عدي القصاب بيقول أنا برأيي صحيح ست ياسمين، نور نور البرنامج أو نور برنامج ما بعرف، شكرا إذا قصدك نور البرنامج. يعني هو رأيه من رأيي بيقول
عمار الصالحي يعني هو كاتبها بالعراق وأنا فاهمة شو معناها بس مش عارفة أقراها، لكن هو قصده يعني هي أكيد بت بت بتعب له قلبه يعني كرمال هيك، مش ما بفضل إنه يأخذ مرأة صاحبة الشخصية القوية. أما بالنسبة لأبو صلاح فارس أوكي شكرا كتير لإلك. أسامة علي ونحن كلنا بنحب العراق، شكرا كثير لك يا أسامة. جاسم محمد شهاب بيقول أنا بوافقك الرأي ست ياسمين. هلأ منبلش بالتعليقات الأطول شوي. فحسن بيقول السلام عليكم ست ياسمين، الحمد لله على السلامة بعد غياب. أنا بحب المرأة صاحبة الشخصية القوية، منورة البرنامج، الله يسعدك يعطيك ألف عافية. شكرا كثير لكم، يعني هذا شيء كثير حلو أنه بعد غياب يومين بس أنه هالقد استفقتوني، وأنا صراحة استفقتكم وأهلا وسهلا فيكم. طبعا هي الغياب اللي أنا غبته باليومين هدول كان هو بسبب دعوة جتني إذا بتتذكروا، كان في معنا مديرة التسويق لشركة نوكيا بالشرق الأوسط وإيران، كانت ضيفة معي وحكينا نحن وياها بخصوص جهاز نوكيا الجديد اللي هو اسمه نوكيا 8. راح أحكي لكم أكثر عن هذا الموضوع قبل ما خليني أخذ الاتصال بلا ما يروح. مين معنا؟ سارة كيفك؟ ألو مساء الخير. يا أهلا يا مساء النور. الله يخليك النور، نور الست ياسمين. يا حبيبة قلبي يا سارة هذا نورك، كيفك؟ الله يخليك والله الحمد لله. بالنسبة لموضوعكم اليوم كلش حلو. كلش حلو؟ أي لأنه هسه بالوقت الحالي هاي قبل كانوا ما يحبون المرأة اللي صاحبة شخصية، بس هسه بهذا الوقت الحالي أكثر اللي يريدون يرتبطون يعني يدورون إنسانة بس شخصية قوية لأن راح تثنتهم طبعاً من بكل الأمور بكل أمور الحياة، مو مثل قبل ما يريده يعني، بس هسه لا، اللي أول ما يريد يقول لا أنا أريد إنسانة صاحبة شخصية تعقل، لأنه هي ما تجي الشخصية إذا ما راح تكون المرأة تعبانة على نفسها. صحيح صحيح، وأنت مبين عليك من صوتك يا سارة أنه أنت عندك إيجابية كتير بالحياة وشخصية جدا جميلة. الله يخليك، بس هو فعلا يعني الوقت يحبون إنسانة تكون شخصيتها قوية، والشخصية القوية أولا راح تصير المرأة اجتماعية، راح تعرف تربي أولادها، راح تسيطر على أمور الحياة، ما تكون ضعيفة ضد أي موقف يمر بها. أيوة سارة، أنت مريتي أو هيك عانيتي أو في حدا مثلا انتقد شخصيتك لأنها قوية؟ أنا لا، أنا متزوجة وأنا شخصيتي أقوى من زوجي صراحة. بس قديش بتحسي حالك سند لإله، داعمة لإله؟ لا لا، هو هم يعترف صراحة، هو يعترف يقول لي يعني أنت يعني كنت تعطيني الأمور تفصيني بحكمة مرات أكثر، يعني يعتمد علي بهواي أمور، إذا هو ما يكون متواجد أحتاج في الشغلة هاي أعرف أتصرف. حلو هذه يعني حلو. واحد لأنه إحنا بحياتي نمر بهواي ظروف، يكون الرجال ما متواجد بالبيت، صحيح، عشان تعرف تتصرف في أبنائها بالمدرسة، يعني هواي هواي شغلات تعرف تتلافى يعني، بينما إذا تكون مو يعني منطوية مو اجتماعية يعني هي ما تعبانة على نفسها، يعني هسه أنا صح خريجة وهذه، بس أبحث أباوح على برامج بالتلفزيون، أباوح على كل الأشياء، برافو عليك، يعني شلون تكون شخصيتي قوية بكل الأمور، يعني مو إلا بس باختصاصي. برافو عليك يا سارة وأنا فخورة فيك جدا جدا. شكرا 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 لك للكاميرا، مشاركة أكثر من رائعة سارة يعطيك ألف عافية. هلأ أصلا صار الرجال يبحث عن المرأة ذات الشخصية القوية، لأنه هي نحن هلأ صار الرجال بتنخرط زوجته خلينا نقول بطبيعة العمل، صارت هلأ مثلا الرجال بطبيعة شغله ممكن أنه ينعزم على إيفنتات معينة بتكون زوجته معه، فهو لما بدأ تكون زوجته معه لازم تكون زوجته صاحبة شخصية مثقفة صاحبة شخصية قوية. نحن هلأ يعني أوقات لما بنشوف واحد أخذ واحدة بقول لك أنا بدي أخذ واحدة البسة ماكلة عشاها، صراحة نحن بنضحك عليه إنه أنت لساتك من هاي النوعية اللي بتأخذ واحدة يعني بتلاقيها ولا عندها ثقافة ويدوب يعني ولا إلها خبرة بالحياة. أنا بعرف زوجات لأشخاص ما بتعرف تروح من منطقة لمنطقة لأنه خلص كل اعتمادها عليه. قالتها سارة إحنا كتير أوقات بيكون الأب أو الرجل كزوج أو الأخ مش متواجد في البيت وكل الاعتماد على المرأة، روحوا هلأ مثلا أنتوا على فترة الدوام بالصبح على شي مدرسة، وصل ابنك،
كل اللي عم بيوصلوا اولادهم تلاقيهم سيدات بتروح بتوصل ابنها بترد بترجع بترد بتعمل شغل البيت بتشتغل لها شغل من جوا البيت وبتلاقيها عندها دخلها مثلا من شغل بتشتغله داخل البيت. يعني اصلا المراه بطلت تفضل انها تكون مراه ذات شخصيه ضعيفه انطوائيه تعتمد على الرجل اعتماد كلي. ايش محمد كنت عم تقولي؟ اتصال. الو كيفك يا محمود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، شو اخبارك؟ مساء الخير على عيونكم. يا مساء النور، يا اهلا يا اهلا على هذا البرنامج الرائع. والله انت الاروع يا محمود، تفضل. والله على مثال برنامج شخصيه المراه. ايه والله المراه يعني كل ما تكون شخصيه كل ما تصير احسن. اكيد بتحسها انها سند لك يا محمود صح؟ والله نعم، بس والله ترى الجديد يعني عندنا على العموم يعني نتابع مسلسل باب الحاره مثل ما قال ابو بدر. صح صح. لا 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 يعني اشكال محمود. هلا نحن بدنا المرأة تكون شخصيتها قوية، بس هذا لا يعني انه هي تمسح شخصية الرجل، هاي بترجع له لإله صح؟ لا والله يقول المرأة زينة الحياة الدنيا، بس هي المرأة زينة الحياة الدنيا باعتبار. اها شكرا كثير لك يا محمود، يعطيك الف عافيه. يعني نحن بالزمان اوقات انا كنت اواجه مشكله انه انت قويه وانت كاسره وانت قويه وياسمين ودير، بعدين اكتشفنا انه احنا لازم نكون قوايا، واحنا مش بس هلا الرجل، المراه تعتمد على الرجل وايضا الرجل يعتمد على المراه. الشخصيه القويه ممكن انه هي تكون حق له، هي تجيب له حقه. هي الحلو في الموضوع انه هلا صار في رجال لما بده يوقع عقد عمل بيروح بيستشير مرته، وهذا شيء كثير حلو لانه بطلت انها توصل عند حد معين من التعليم وتوقف لانه هي بدها تعلق شهادتها فوق الغاز. وبالمناسبه مش ضروري المراه تشتغل عشان تكون صاحبه ثقافه، ممكن انه هي وهي قاعده بالبيت مثل ساره بتدور وبتبحث وبتحضر وبتقرا والى اخره. فلازم تكون المراه صاحبه شخصيه قويه لانه قبل ما تكون سند للرجل فهي سند لنفسها. اكيد حسيت حالي طولت القلم بدي اوقع، انا ما بعرف ليش مسكته. الرجل القوي يبحث عن المرأة القوية ليقوى بها، اما الضعيف فيبحث عن الضعيفة ليستقوي عليها. تحياتي لكم من ليبيا. محمد عمار شكرا على هذا التعليق. الرجل الضعيف بدور على مرأة ضعيفة عشان يصير هو اقوى منها او يستقوي عليها. اوقات الرجل ما بيحب المرأة تكون اقوى منه، لكن هي بترجع لشخصيتك. يعني انت كون اقوى وكون مثقف أكثر، كون متعلم أكثر، لأنه المرأة بتحب تكون شايف الرجال أفضل منها، خصوصا إذا كان زوجها. أكيد. أحمد محمد الصلوحي السلام عليكم، تحيات إليك ست ياسين. بالحقيقة الرجل هو بحب المرأة صاحبة الشخصية القوية لأنه هي بتكون عندها عقل كبير وفكر كبير، وأكيد بتكون جذابة وطموحة. دائما المرأة صاحبة الفكر الحلو المثقف بتكون جذابة أكثر. شو فايدة الحلوة إذا كان مخها فاضي؟ عمر قل لي شو اسم هاي العيلة محمد اللي هي من جزئين؟ القرغلي. عمر القرغلي، الموضوع ما بكفي تعليق واحد، ولكن القاعدة العرفية والشرعية مفادها القيمومة استنادا إلى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ولكن هذا لا يمنع بأن المرأة قائدة في مجال كينونتها الأنثوية. وإذا افترضنا بأن المرأة متسيدة باختصاصات الرجل سيكون ذلك على حساب نعومتها. بالتأكيد هذا رأيي ليس أكثر، دمتم قنديلا. على ما يبدو أنك أخذت منعطف آخر جدا، فالرجال قوامون على النساء بما فضل طبعا أنا مش عم بقرأ الآية، أنا عم بحكي معناها بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فكون رجل أنت مش مطلوب منك أنك تكون أقوى منها، يعني تصبحها بكف وتمسيها بكف. شو بتقول عن الكف بالعراق؟ راجدي. مش ضروري تصحى براجدي وتنام براجدي، لكن قوة الرجل وقوام الرجل على المرأة بالحكمة وبالشخصية الأقوى وبالمعرفة الأقوى. تخيلوا أنا أرجع لجوزي أقول له شو أعمل بالموقف الفلاني، يقول لي والله ما بعرف. طب اسمع يا زلمة، هيك صار معي بالشغل. طب خلص أنت شو بدك فيهم؟ طب يا زلمة عندي عقد ودي. طب مين فلان الفلاني؟ طب ليش ألمانيا احتلت نص الكرة الأرضية؟ ما بعرف. يعني الحلو المرأة لما ترجع لجوزها دائما تلاقي عنده جواب. هي هيك كيف نحن لما بنرجع كنا ونحن صغار لأبهاتنا وأمهاتنا، من أي سؤال ما بنلاقي له جواب، لوين كنا بنروح؟ للأم أو للأب، كونه هم
دائما عندهم الخبرة الأكبر بالمعرفة. دائما المرأة بتحب تنظر للرجل بهذا المقياس، إنه هو أذكى منها وأقوى منها بالشخصية، وحتى لو هو ما كان هيك فعليا هي بتحاول تحسسه إنه هو هيك. لكن أمتى ما هي حاولت إنها شخصيتها تطغى على شخصيته، هنا بيصير الموضوع فعلا يعني مش حلو لا منها ولا منه. أكيد دائما بدنا قوة شخصية المرأة تكون بحق، مش بي على الهيك على اللي بسوى واللي ما بسوى. كوني سند للرجل وكن سندا لها، وصدقوني هيك رح تعيشوا حياة زوجية كاملة متكاملة جميلة جدا، ورح تدوم مدى الحياة بدون خيانة وبدون كذب وبدون أي خداع. أكيد صار لازم نقولكم باي باي، صح؟ نلاقيهم السبت. أوكي أنا حكيت شغلي عن نوكيا وما كملتها. آخر اتصال، ألو هدى، هيك هو المخرج قال لي. هدى كيفك يا هدى ومن وين؟ نعم كيفك؟ من صلاح الدين يعني. ها؟ من صلاح الدين، يا أهلا بهدى، شلونك؟ الحمد لله. أخبارك؟ الحمد لله. قولي لي أنت شو بتفسري شخصيتك، قوية أو هيك انطوائية أو كيف؟ هدى الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا يا هدى، وما بعد الحمد. هدى بدنا نروح. اوكي هدى بلكي بدك تحكينا السبت، وشكرا كثير لك، واضح من صوتك انك هيك بنوته هاديه كثير، اشتغلي. بالنسبة لسريعا لليومين اللي راحوا، هو كان في إيفنت بلبنان وأنا انعزمت عليه ورحنا حضرنا الإيفنت، ورح تشوفوا هاي رح تشوفوا مقابلات من هذا الإيفنت ورح يعجبكم كتير كتير. شكرا كتير لكم، نلتقي السبت، إلى اللقاء.